الحقيقة مفيش أشجع من كده ولا أصدق من كده ولا حب للوطن أكتر من اللي احنا شفناه دلوقتي. احنا معانا على التليفون حاجة سامية والدة الشهيد إسلام عبد المنعم. صباح الخير يا حاجة. ألو؟ ألو يا حبيبتي. حاجة سامية ممكن توطي التلفزيون بعد إذنك؟ توطي التلفزيون يا حبيبتي. بص يا حاجة، أنا مش هقولك يعني مش هعزيكي، احنا بنعزي مصر كلها طبعا في إسلام، بس زي ما انتي قلتي إسلام ما ماتش. لا، فرحه كان امبارح يا نهى. صح، فرحه كان امبارح. و كان لو عندي المقدرة ان كنت أزغرت امبارح في الحفلة كنت هطلعها لإحساسي بالفرح. امبارح أنا كنت مزيت في إسلام لتاني مرة، الحمد لله. دي الحمد لله على كل حاجة، بس أنا عايزة أعرف منك دلوقتي حاجة. أنت قلتي كلمة الحقيقة امبارح، أنت قلتي إنك كنتي بتعدي للشهادة من ساعة ما يعني من ساعة ما راح الجيش. الإحساس ده كان بيعدي عليكي إزاي من 2014 يا حاجة سامية؟ كان بيقتلني والله يا نهى، كان بيقتلني، بس كنت بداري على البيت، لأن بيت مش كل كلمة أو كل إحساس أحس بيه هعرفه لهم. هما كانوا عارفين طول عمرهم، واسلام اسم الله عليه كان عارف ان انا لما بقول حاجه بتحصل، ربنا سبحانه وتعالى بيني وبينه عمار. فلما كان بقول حاجه بتحصل فكنت خايفه اقول حاجه زي كده، ما اقدرش اقولها بيني وبين نفسي بقولها، لكن اقولها لهم، اقول ابني هيستشهد. ده كان احساس صعب يا ما اقوله، كان صعب يا بنتي. امبارح يا حاجه انت يعني الحقيقه أبكتينا كلنا، ولما تصدرت الموقف تصدر حتى مواقع التواصل الاجتماعي يا حاجة، قالوا إن حضرتك السيدة التي أبكت الرئيس. امبارح كان المشاعر عاملة إزاي، خصوصا إن أنت ما بكتيش يا حاجة، أنت ما بكتيش غير في الآخر، فأنا عايزة أعرف مشاعرك كانت عاملة إزاي ساعة ما شفتي سيادة الرئيس وهو قايم علشان يسلم عليكي بمنتهى الفخر والاعتزاز. أنا يا حبيبتي لما بعتولي الشؤون المعنوية ما نمتش، هتكلم ازاي؟ هقول ايه؟ هعمل ايه؟ صعب عليا. أمال الكلام اللي أنت قلتيه ده كان منين يا حاجة؟ من قلبي يا بنتي والله. حتى جوزي يومها بيقول لبنتي ولا اكتبي نقاط لمامتك تتكلم فيها، قلت له لا، أنا هتكلم اللي أنا حاساه، أنا مش عايزة ورق. أنا حاسة من بقالي سنة حاسه، هتكلم دلوقتي بورق؟ لا 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 لا، انا مش عايزه ورق، هتكلم بتلقائيتي بالاحساس اللي فيا. هو ابني مش شويه عشان انا ما اقدرش اتكلم او اتكلم بورق، هو المشاعر اللي جوايا مش محتاجه ورق. فانا ساعه ما دخلت القاعه يا مها حسيت بجسمي كله بيرجف. فجوزي قاعد جنبي يقول لي اثبتي، اقول له ربنا يثبتني. أنا صعب عليا، الموقف مش سهل يا أبو إسلام، إن أنا أقف قدام الحشد الغفير ده كله وأتكلم. ده أنا بقف في الفصل، وأول وقفة في يوم ما ببقى وأنا في التدريس، أول نوبة طلبة جداد عليا ببقى واقفة، يا ترى هقابلهم إزاي وهقابلوني إزاي؟ طلبة 35 طالب في الفصل، لكن ده أنا قدامي آلافات، إزاي هواجههم؟ ربنا ثبتني. واول ما قدموا البرامج بقيت قاعده اعد دوري 8، يا رب يا رب، لحد لما جاء دوري ووقفت يا بنتي. اول ما طلعت على المنصه انا شفت الصدق في عينين الريس، شفت الصدق في عينيه، شفت المشاعر الفياضه اللي ابكته شفتها قبل ما يبكي. حسيت باطمئنان، بدأت أتكلم من جوايا، حسيت الناس اللي في ولما شفت يا حاجة الرئيس بكى يعني حسيتي بإيه؟ أنا لما شفته بكى مش هوصف لك مشاعري، مش هقدر أوصفها. الراجل ده إنسان، إنسان بمعنى الكلمة، رب يبارك فيه وفي عمره وينهض بمصر ويساعده. الحمد لله يا مها. حاجة سامية أنت يعني قدوة الأمهات كتير، بس أنا عايزة أعرف أنت يعني رسالتك إيه لكل أم ابنها على الجبهة دلوقتي أو بيقاتل سواء في الجيش أو في الشرطة المدنية، بتقولي لهم إيه وهم؟ اتفضلي. ما تخافش
وتقول يا رب. انا وانا في قدام الكعبه يا مها قبل ما يستشهد اسلام ولا قبل ما تظهر بس هي ظهرالي العلامات ظهرالي بس عشان يعني مش عايزه اصدق نفسي عشان مش عايش بس كنت عايشه ماساه عشان مش اصدق نفسي فكنت قاعده قدام الكعبه واقول يا رب ثبتني على دينك فكل واحده تقول يا رب وهو طالع من بيتها تقول يا رب وتدعي للكل تدعي لكل الشهداء وكل الامهات وزوجات الشهداء وابناء الشهداء والام اكتر يا مها الام اكتر يا بنتي يا رب يا رب ما تشوفيها كسره القلب على الضنا مش سهله بس هو يعني قضاء الله لازم نرضى لازم نرضى ولازم زي ما حضرتك قلتي ان احنا يعني على فكرة نفرح. أنا عارفة أن الموقف أنا الحقيقة سبحان الله بقوتك دي حاجة سامية بس كلنا ساعة الجد بننسى كل حاجة ونفتكر مصر زي ما إسلام عمل بالظبط بس كده. أنا كنت عمري ما صدق أن أنا لما أقف قدام الناس الكتير اللي قاعدين دول هتبرجل وهتلخبط لكن لا أنا نسيت قاعد جنب مني راجل كبير من سينا ربنا يبارك قال لي يا حاجة ما تفكريش في حد من اللي قاعدين فكري في الله وفكري في ابنك والرسالة اللي انت جاية ليها وفعلا انا لما طلعت انا مش شغل بالي كله الا بكاء الريس ده اللي شغل بالي وكنت هضعف فقلت لا ده الراجل بكى انا لازم اجمد انا فالحمد لله ربنا ثبتني الحمد لله احمد الله اشكر ربنا. طيب انا طبعا يعني مرة اخرى بقول لك تحية من يعني من كل قناة دريم ومن فريق الإعداد لشجاعتك الحمد لله والحسن تربيتك يا مها لما إسلام طلب مني بدلة الجيش ألو سامعاك يا حاجة اتفضلي لما طلب مني بدلة الجيش عشان يلبسها أنا كنت بحب بدلة الجيش قوي لرغبته ما كنتش أعرف إن هي كفنه أنا تدربت الموقف بعد كده أنا حبيت البدلة وهو حبها هي دي كفنه اللي راح بيه فدي حاجة فخر ليا يا بنتي فخر ليا كلنا وبقول لكل أم اصبري كل أم فقدت فلس كبدها اصبري وبشر الصابرين ربنا طبعا. إن شاء الله عليهم صلوات من ربهم ورحمة الصابرين عليهم صلوات من ربهم ورحمة فبقول لكل ام ليها ابن في الجيش ما تخافيش ما تخافيش ده هو اجل ومكتوب وانا كنت لما اسلام راح الجيش ولا هيروح الجيش والعمر ده كله بيقول لي هيجيني يوم ويروح الجيش انا كنت حاطه انا كنت بقول اسلام هيشيل خشبتي انا وابوه ويودينا التربه وهو اللي ينزل القبر وهو اللي هيفك عننا الكفن كان مين يتخيل ولا قلبي يتخيل ان اسلام هو انا اللي هوديه ما مش سهلة بس بقول نصبر بقضاء الله وحكمه الحمد لله واكيد يعني بصي اللي انت بتقوليه ده انا عارفه ان هي يعني لحظات ومش هتنتهي بسهوله غير لما قواتنا المسلحه واخوات اسلام كلهم يثاروا له. انا طبعا انا شاكره للقوات المسلحه شاكره للشؤون المعنويه اللي حطتني في المكانه دي شكرا لهم فضلهم وفضل ربنا ان هم خلوا مصر كلها شاركتني مشاركه مصر ليا يا مها امبارح خلتني حسيت براحه نفسيه نمت امبارح وانا مرتاحه نفسيا مشاركه الشعب المصري وسياده الرئيس انا مرتاحه نفسيا يا بنتي الحمد لله وتحيا مصر تحيا مصر يا حاجه وعلى فكره انت هتعلمي امهات كتير حاجات كتير عشان كده احنا زي ما اتفقنا معاكي فريق الاعداد انا مستنياكي ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. شكرا حبيبتي ان شاء الله تحياتي ليكي طبعا حاجه ساميه وبشكرك.